قولي يا أمين، الله لا يوفقك. زين شو اسوي؟ يعني انا بعد اول مره اتعامل مع سوبر هيرو ومتزوج. علشان كذا ما عاد بيتواصل معك. خلاص زين، يعني تبي تتواصل مع مين؟ اتواصل مع قريح، مع الجن، مع العفاريت، الا معك انت، مع ذا الخشه او اي واحد يشبهك. على فكره انا شكلي الاصلي مو كذا. اجل، وشلون شكلك؟ يعني انا اقدر اتشكل بالشكل اللي ابغاه. طيب يا بنت الناس، يا اموره، شوفي لي شكل زين ما يسبب لي مشاكل مع زوجتي ومع الناس. شكل زين ما يسبب لك مشاكل مع الناس ويكون محبب لك. عرفتها. عسى هالشكل عجبك؟ نواف الله يهديك، انت من اول قاعد تستهبل علي. لا انا نفس الايجنت، بس حطيت شكل محبب لك. يعني ايش فيك؟ ومن قال لك اني احب ذي الفره ولا طيقها يا ابن حلال؟ وانا وش يدريني انك ما طيقه؟ لا لا، الله يرحم والديك، والله لو تحط لي خالد المله اني راضي، الا ذي الفره ما عاد بشوفها. والله للاسف ما اقدر اغير شكلي الا بعد 30 يوم، وقتها خلص رمضان. بس وعد مني مالك الا الجزء الثاني نشوف حل. لا 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 لا، لا الله يرحم والديك، ولا عاد ابي اشوف ذي الرجال. ما تفتكينا منها يا ابن حلال، غاثني، يطلع لي في كل مكان، اقسم لك بالله. والحين بيصير مديري؟ مجنون انت؟ مستحيل اقبل بالشيء هذا. ما صرت ايجنت وانا زلاب، واذا تشوف نفسك قوي ترى فيه اللي اقوى منه، وترى ذا الانذار الاخير. وبكذا يا احبتي نقدر نقول ان احنا قلبنا فكرة المسلسل فوق على تحت. فكر انا خوف. سلام. قولي يرحم والديك يا بنت الحلال، تكفين، ابوس ايدك، فكينا من ذا السالفه. ما فيك تشتغل معنا؟ ابى اشتغل معكم، بس تكفين صرفيها. اوكي اوكي. الو اختي، يعني بصراحه انا ما اعرف راعي الجوال هذا، انا لقيته طايح بالشارع. كذابه. وشو؟ ما اسمح لك تقولين علي كذابه. الا كذابه وستين الف كذابه يا خطبه الرجاجيل. وش دراها اني انا خطفتك؟ واللي يرحم أمك وأبوك، قفل السالفة، تكفين. لو سمحتي يا أختي، يا ريت تتكلمين بأسلوب أحسن من كذا. أنا الجوال لقيته طايح بالشارع، والحين بروح أحطه في المكتبة اللي جنب بيتكم. أبا وش جرك وين بيتنا؟ ها؟